فهذه صفية رضي الله تعالى عنها عمت النبي صلى الله عليه وسلم، صبرت في أن فقدت أخا لها وهو حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فصفية كذلك قلنا عند كثير من الصفات، فكانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائلها أنه كان يدخل بيتها 10 من الصحابة هم من محارمها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن أخوها، وحمزة وجعفر أخوها، والزبير ابنها وبنتها سائبة، وأبو سلمة، وكثير من وعشرة من الصحابة كانوا كلهم من إما أبناء إخوانها أو أبناء أخواتها رضي الله تعالى عنها وأرضها. كذلك صفية قلنا عندها موقف شجاع جدا في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول في الغزوة في حفر الخندق، تحالفوا على النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فكانت صفية في محصن، يعني في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم خلى النساء والشيوخ وخلى حسان ابن ثابت باش يحرسهم، وهي في الحصن رأت يهودي جاي، لأنهم اليهود اجتمعوا قالوا ندخلوا المدينة ذو يخربوا فيها، وشافوا الحصن قالوا خلص الحصن هذا ندخلوا منه يدخلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهي رأت رضي الله تعالى عنها، شوفوا الشجاعة، رأت ذلك اليهودي، أنهم اليهود كانوا في جماعة، فأرسلوا واحد يروح يشوف هل معهم رجل أو لا. فرأت ذلك اليهودي فرقبته حتى دخل، فنزلت إليه بخنجر فأخذته إلى مكان وضربته بعمود، فمات ذلك اليهودي. فلما رآه اليهود رجعوا وقالوا نعم، ما كان محمد أن يترك النساء والشيوخ والأطفال بدون حراسة. فكانت أول صحابية رضي الله تعالى عنها مجاهدة قتلت مشرك في سبيل الله سبحانه وتعالى. فصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم ذات الشخصية الشجاعة، الشخصية الصابرة المحتسبة لله رب العالمين. صفية كذلك من النساء اللواتي كان معروف عليهن الصبر والاحتساب لله رب العالمين. فربت ابنها الزبير تربية الرجال، فكان من العشر المبشرين بالجنة. وهي من؟ هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قريش وأخت حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نتعلم من سيرة هؤلاء الشجعان الأبطال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لهما عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقولنا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نتعلم من صفية رضي الله تعالى عنها الحكمة في حياتها، نتعلم من صفية الصبر والاحتساب لله رب العالمين، كيف صبرت في الصدمة الأولى واحتسبت لله رب العالمين. نتعلم من صفية كذلك كيف دافعت عن الإسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها.